جواد كاظميان بيسجل الهدف الرابع في الوقت بدل الضايع. كاظميان راح يحصل على انذار لانه خلع الفانيله، وبالتالي نتيجه كبيره للشعب، نتيجه كبيره للشعب. واربع الشعب واحد الاهلي، خلاص كاظميان بيخلص هدف رابع في الوقت بدل الضايع عن طريق جواد كاظميان. شوف من كاظميان لسامرة، تخلص سامرة، لعبها لكاظميان وحطها في المرمى وسجل في مرمى علي سعيد. وانذار لجواد كاظميان لانه خلع الفانيله بعد تسجيل الهدف، وبالتالي بيحصل على انذار ثاني، انذار في المباراه، انذار لكاظميان. شوف كاظميان بيسجل الرابع وبي